ترأس القمص محروس يوسف سكرتير عام مطرانية دمياط قداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة مرجرجس بمدينة رأس البر. شهدت كنائس دمياط تواجد كثير من الأطفال بجانب أبائهم احتفالا بقداس عيد الميلاد المجيد. احنا النهاردة كلنا مصر كلها بتحتفل بعيد الميلاد المجيد، وبشرى السلام كانت هي تذكار الميلاد، فالميلاد يعني السلام، ميلاد السيد المسيح يعني السلام. احنا النهاردة بنحتفل بالعيد وانتم منورينا ومشرفينا، وكل سنة وكلنا طيبين. كل سنة وحضراتكم طيبين، واحنا النهاردة بنحتفل بعيد الميلاد المجيد. النهاردة بنحتفل بعيد الميلاد المجيد، ده من الأعياد الرسمية عندنا، الأعياد القبطية الرسمية. سعداء كلنا ببعض، وسعداء بالإخوة المسلمين اللي شاركونا احتفالنا.